أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، سنخصصها لمناقشة التطورات الجديدة في الملف اليمني وتحركات الشرعية الأخيرة. زيارة عاجلة للرئيس هادي إلى طنجة المغربية للقاء الملك سلمان، ومن خلال السياق الزماني وأيضا المكاني يبدو بأن الزيارة حملت طابع المفاجأة ولم تكن ضمن جدول أي من الطرفين. الزيارة تأتي في ظل وصول قوات جديدة من القوات السعودية إلى العاصمة المؤقتة عدن. اختلف الكثير حول طبيعة مهامها التي لم تكتشف بعد، وأن الكثير يعتقدون أنها مقدمة لعودة الرئيس هادي إلى عدن. في الأثناء أيضا تصريح لرئيس الحكومة بن دغر يبشر بعودته والعمل على استتباب الأمن، وعلى ما يبدو أن هناك ترتيبات لوضع جديد قادم. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: ما الذي يمكن أن يخرج به هذا الحراك في قادم الأيام؟ وهل نحن أمام عودة نهائية للشرعية؟ وهل سنشهد انتعاشا في عمل السلطة الشرعية في الأيام القادمة، أم أن الجمل سيتمخض فأرا كعادته؟ حراك ملفت يشهده الملف اليمني، بعضه قد ينبئ عن ترتيبات لوضع قادم، وبعضه الآخر محاولة للتغلب على عوائق الفترة الماضية، أو هكذا تبدو صورة مجملة للمتابع للشأن اليمني. أما في التفاصيل فزيارة مفاجئة للرئيس عبد رب منصور هادي للملك سلمان المتواجد حاليا في مدينة طنجة المغربية، وعلى ما يبدو أن هناك أمرا لا يحتمل الانتظار حتى عودة الملك سلمان إلى السعودية. وما يعزز من فرص هذا الاحتمال هو أن الزيارة وقعت بالتزامن مع وصول قوات سعودية جديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ولم تكشف المهام التفصيلية التي يمكن أن تطلع به هذه القوات في قادم الأيام، وإن كان البعض يعتبرها مقدمة لعودة نهائية للرئيس هادي إلى عدن التي باتت بنظر الكثيرين ضرورية في ظل التعقيدات الكبيرة التي ظهرت في عاصمة اليمن المؤقتة مؤخرا. هذه التطورات تأتي قبل ساعات من انعقاد جلسة جديدة لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأحداث في اليمن، وبنظر البعض فإن الجلسة المرتقبة لن تكون كسابقاتها، خصوصا أنها تأتي في ظل تضافر الكثير من التعقيدات الممتدة من عاصمة اليمن المؤقتة إلى العاصمة الواقعة تحت قبضة الانقلابيين. وعلى العكس يرى آخرون بأن الجلسة لن تأتي بسوى الشجب والدعوة إلى تطبيق نتائج ومخرجات الجلسات السابقة المتمثلة بالقرار 2216، والذي ضل حتى اللحظة طريقه إلى واقع اليمن المعقد وبقي حبيس مقررات مجلس الأمن. نستهل النقاش وينضم إلينا السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء غمدان الشريف. سيد غمدان مساء الخير. مساء النور أخير. أهلا بك سيد غمدان، يعني زيارة مفاجئة للرئيس هادي إلى المغرب للقاء العاهل السعودي، برأيك ما هي أسباب هذه الزيارة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللقاء بين فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز هي لبحث آخر المستجدات على الساحة اليمنية، ليس هو اللقاء الأول، وإنما كانت هناك لقاءات سابقة لمناقشة هذه الأوضاع، وخاصة في آخر المستجدات على الشأن الدولي والمحلي ومستجدات السلام. اللقاء الذي عقد اليوم صحيح أنه لقاء هام، ولكن طبيعة هذا اللقاء ضمن إطار الشرعية ودعم قوات التحالف العربي التي تقوده المملكة السعودية في استكمال تحرير ما تبقى من المحافظات التي تحت سيطرة الإنقلابيين، وكذلك دعم جهود السلام. اللقاء هام واستراتيجي، وأبعاده هي في استكمال تحرير ما تبقى ودعم العملية السياسية التي تتضمن تحرير ما تبقى من هذه المحافظات التي ما زالت تقع تحت سلطة الإنقلابيين. نعم، لكن سيد غمدان، هنا من طابع الزيارة هي كانت مفاجئة وتحرك بشكل سريع من قبل الرئيس هادي إلى مقابلة الملك سلمان، ما هي أسباب هذا أو هذا التحرك من قبل الرئيس هادي وبهذه الصورة المفاجئة؟ هي ليست زيارة مفاجئة، هو لقاء تبادلي وتشاوري بين فخامة الرئيس والملك سلمان
كان أكثر من مرة جاءت في المغرب بحكم الإجازة الخاصة التي كانت الملك، وكان متواجد في الأردن، لذلك كان من عقد هذه المباحثات على المملكة المغربية، وكذلك التطورات الراهنة على الساحة الدولية، وكذلك دعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام. لذلك هذا اللقاء يعد لقاء هام واستراتيجي، وكذلك هذا اللقاء كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز هو داعم الأساسي للشرعية، وكذلك داعم جهود مبادرة السلام، وهي اللي بحث الأوضاع داخل الجمهورية اليمنية وعلى جميع البطولات. نعم، لكن كما هو معروف أن الملك سلمان في مدينة طنجة المغربية في إجازة، التحرك ومن قبل الرئيس هادي في ظل إجازة للملك تدل على أن هناك ضرورة في في فيما قام به الرئيس هادي. كانت هناك ترتيبات مسبقة، وكان في استقبال لنائب رئيس الاستخبارات العامة، وكذلك عدد من القادة السعوديين، لذلك كانت هناك ترتيبات خاصة لقاء الملك، كون فخامة الرئيس يعني لحاجة مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين. الأوضاع في اليمن هي بحاجة إلى مناقشات متتالية، نحن نعيش في حالة حرب، نعيش كل يوم حركة تطورات، ولكن أنني أؤكد لك أن هذا اللقاء هو لدعم الشرعية ولدعم جهود الحكومة في تثبيت الأمن والاستقرار، وكانت المملكة العربية السعودية الداعمة الأولى، كذلك المملكة العربية المتحدة التي تشارك مشاركة فاعلة وإسهام كبير في هذا التحالف العربي الكبير. نعم، إذا ابقى معي سكرتير الصحفي لرئيس الوزراء غمدان الشريف، سأذهب إلى ضيفتي من القاهرة الكاتبة والباحثة السياسية سيدة ميساء شجاع الدين. سيدة ميساء مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيدة ميساء. هناك أو هذه التحركات الجديدة الملحوظة للشرعية، هل يمكن القول أنها تشكل بداية لخروج من دائرة الفشل، أم أن هذه التحركات لا تعدو عن كونها إجراءات اعتيادية؟ هي يمكن في سياق مجلس النواب، هو جمع مجلس النواب في محاولة أنهم من خلق خط موازي للشرعية جد هادي، هو خصوصا عموما هذه يعني حجمت صلاحياتها عندما شكلت اللجنة الثلاثية اللي مش من خلالها ما يقدرش لا يعفي أحد من مهامه ولا يعين أحد إلا بالعودة إلى هذه اللجنة اللي بتشرف عليها الإمارات والسعودية. لكن عموما أتصور أنه السعودية تريد أغلق، يمكن تحتاج أنها تغلق الملف اليمني أو تتخلص من الحكومة الشرعية لأنها صارت عبء عليها، نعم. فنقلهم إلى عدن، فبالتالي احتمال في ترتيبات بهذا الشكل، يعني احتمال أيضا السعودية بتشعر أنه أيضا غياب الشرعية بيزيد من نفوذ الإماراتي وفي تنافس ما بينهم في النفوذ، فاحتمال برضو هذا يكون موضوع بالعين الاعتبار. نعم، بالنظر إلى المستجدات الجديدة وإلى ما طرحه ضيفي الثاني أنه هل يمكن القول أننا أمام تغير في أداء الشرعية؟ تغير في أداء الشرعية يعني أشك، لكن ربما في محاولة لإثبات وجودها أكثر، لأنها شعرت بالمنافسة بالذات بعد تشكيل المجلس الانتقالي، شعرت بالخطر وتزايد النفوذ الإماراتي، وقد في عداء ما بين الشرعية، لكن العلاقات كويسة ما بين الإمارات وبين دغر مثلا. نعم، بالنسبة لوصول القوات السعودية إلى عدن، هذه القوات هل ستغير أو بوصول هذه القوات سيتغير شيء من الواقع القائم في هذه المدينة؟ أكيد أتصور أنه هذا القوات السعودية هي أكثر دعم للحكومة نفسها الشرعية أكثر من القوات الإماراتية اللي هي أكثر يعني ممكن قد في حساسيات كبيرة أو توترات كبيرة ما بينها وبين الحكومة الشرعية، فاحتمال تقوية وضع المفلحي كمحافظ جديد لعدن احتمال، يعني لأنه الوضع الأمني يصبح أكثر تحكم فيه أطراف موالية للشرعية منها أطراف موالية للمجلس الانتقالي مثل شلال شايع وغيره. نعم، إذن سيدة ميساء ابقي معي، أعود لضيفي غمدان الشريف. سيد غمدان، بخصوص وصول القوات السعودية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما هي المهام الموكلة لهذه القوات؟
أخي العزيز، أحب أسأل لك للمشاهد أن القوات السعودية هي متواجدة في العاصمة المتحدة ضمن قوات التحالف العربي منذ السابق. هناك تعزيزات القوات السعودية في إطار التحالف العربي وكذلك القوات السودانية والبحرينية. القوات السعودية هي في الأساس متواجدة يعني في العاصمة المؤقتة عدن. تعزيز هذه القوات يعود إلى تعزيزات عسكرية والتحركات التي تقوم بها الجيش الوطني مع التحالف العربي لتحرير ما تبقى من الشريط الساحلي وكذلك تأمين الحماية. أحب أؤكد لك أن هناك غرفة عمليات تم إصدار قرار لها من قبل الرئيس، غرفة عمليات موحدة ما بين قوات أمن والتحالف العربي وذلك الحفظ الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن. وباقي المحافظات هذه الغرفة سيتم إلى خلال الأيام القليلة القادمة سيشترك فيها قوات التحالف العربي وسيشترك فيها الأمن وكذلك الجيش. ستكون هناك غرفة عمليات مشتركة حين قام رئيس الوزراء بزيارة إلى مقر التحالف العربي في العاصمة المؤقتة عدن، اطلع على سير هذه على التنسيق بين هذه القوات. وإن شاء الله في الأيام القليلة القادمة سنشهد تحولا أمنيا واحدا، خاصة أننا بحاجة إلى توحيد القرار فيما يخص الأمن والجيش وكذلك القرار الوحدة العسكرية المتكاملة في جهاز الأمن وكذلك الجيش. لذلك خلال الفترة القريبة القادمة سيتم تفعيل هذه الغرفة بحيث تكون غرفة المشتريات وسيكون هناك مركز إعلامي تابع لهذه الغرفة سيصدر من خلاله البيانات، سيوقع كل التعليقات كل الملاحظات التي تسود المواطن أو يكون فيها رئيس أوسكوك سيكون توضيحها من هذا المركز. المركز سيتم حال خلال الأيام القليلة القادمة مع وصول دولة رئيس الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد انتهاء زيارته إلى المملكة العربية السعودية وكذلك زيارته الخارجية. نعم، ابقى معي سيد غمدان. دعنا أشرك معنا بالنقاش السيد فتحي بن الأزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد. سيد فتحي مساء الخير. مساء النور لك ولجميع المشاهدين الكرام. أهلا بك سيد فتحي، كيف تقرأ التطورات الأخيرة في العاصمة المؤقتة ووصول قوات سعودية جديدة؟ الحقيقة أن وصول القوات السعودية الجديدة إلى عدن لن يحل المشكلة الأمنية ولن يحل المشكلة العسكرية ولن يحل حالة الفوضى التي تعيشها عدن. هناك حالة أمنية معقدة وهناك صراع سياسي وعسكري بين كل الأطراف اللاعبة في عدن، وكان الأولى بكل الأطراف التوصل إلى تفاهمات سياسية تضمن أن تذهب المدينة إلى حالة من السلم الاجتماعي. هناك أكثر من حوالي 40,000 عسكري في عدن، عسكري وجندي، وكل هذه القوات للأسف الشديد لم تستطع ضبط الأمن في عدن، لم تستطع إيجاد حالة من الاستقرار طوال عامين منذ انتهاء الحرب. لذلك فإضافة الآلاف من العسكر السعوديين إلى هذه المعادلة لم يغير من الأمر شيئا، بالعكس سيعقد المشهد أكثر وسيجعل المدينة ساحة مفتوحة على صراع دولي. هناك تنافس بين قوى أردنية عديدة فيما يخص التواجد في عدن، وهذا التنافس لقيم الله الشديد انعكس على وضع المدينة. المدينة ليست بحاجة إلى قوات عسكرية جديدة، المدينة بحاجة إلى إعادة الإعمار، الاهتمام بالكهرباء، صرف مرتبات الناس، إيجاد قوة أمنية واحدة منضبطة تحكم الوضع العام في عدن، إيجاد قوة عسكرية واحدة، إيقاف الصراع الدائر أساسا بين الأطراف الشرعية والتحالف بين الأطراف التي انطلقت في معركة واحدة الثلاثة اليمن. لكن للأسف الشديد هذه الأطراف انطلقت موحدة لكنها اليوم مشرذمة تتصارع فيما بينها، تخوض صراع صعب ومرير، وللأسف الشديد هذا الصراع كش على سيد فتحي. ما الذي قاد لهذا الصراع الذي تتحدث عنه؟ سيد فتحي هل سمعتني؟ لا لم أسمع. كنت قد سألتك يعني ما الذي قاد لهذا الصراع الذي تحدثت عنه؟
قاد هذا الصراع هو غياب الرؤية لدى كل الأطراف التي دخلت المعركة ضد الانتهاك في اليمن، أو فلنقل كل الأطراف التي وجدت في عدن عقب الحرب. هذه الأطراف لم تكن تحمل رؤية واضحة، ما الذي تريده كلها في عدن؟ للأسف الشديد بعض أطراف التحالف في اليمن التهت بعيدا عن الصراع ضد الحوثيين وصالح، وتحولت إلى ما لا أستطيع أقول أنها حرب داخلية، لكن تحول الأمر إلى مصالح داخلية لأطراف في التحالف العربي. هذه الأطراف ذهبت إلى إيجاد قوات خاصة فيها، الشرعية ذهبت إلى إيجاد قوات خاصة فيها، والسعوديون دخلوا اللحظة الآن المعترك السياسي والعسكري في عدن. وبالتالي طالما كل هذه الأطراف لم تستطع التوصل فيما بينها إلى آلية عمل واحدة، إلى عمل منظم واحد، إلى هدف مشترك، إلى اتفاق يقضي بوقف كل هذا النزاع، فنعتقد أنه الصراع بين هذه الأطراف سيتواصل، والصراع بين هذه الأطراف سيستمر، وللأسف الشديد سنكون قبلون ربما على صراع جديد بين هذه الأطراف. هذه الأطراف بحاجة إلى تسوية سياسية فيما بينها قبل الذهاب صوب خوض الصراع ضد قوى صالح والحوثيين أو أي أطراف أخرى. نحن بحاجة أن هذه الأطراف تعرف أولا أن هناك تباين فيما بينها، هذه نقطة أولى، وأن تسعى إلى حل هذا التباين، وأن تذهب مجتمعة خوض الصراع ضد الحوثيين وقوى صالح. لكن طالما هذا التباين موجود، فلو أرسل حتى 100 مليون جندي إلى عدن لن يحل المشكلة. مشكلة عدن ليست أمنية وليست عسكرية، المدينة بحاجة إلى تنمية، بحاجة إلى كهرباء، بحاجة إلى مياه، بحاجة إلى خدمات كثيرة. آخر ما تنتظره المدينة حاليا هو المدرعات والمجندرات والأدوات العسكرية. هذا الصورة بحاجة إلى إيجاد حل لملف الخدمات لملفات كثيرة في عدن. للأسف الشديد هذه الأشياء منعدمة أو لم يلتفت إليها أحد حتى اللحظة. نعم، ابقى معي سيد فتحي بالأزرق. أعود للكاتبة والباحثة السياسية سيدة ميساء شجاع الدين. سيدة ميساء، في حال ما قرر الرئيس عبد ربه منصور هادي العودة إلى عدن في هذه اللحظة الراهنة، هل وضع المدينة مهيئ لاستقبال رئيس الجمهورية حاليا؟ ما هي منطقة معاشيق مؤمنة؟ إذا كانت غير مهيئة لها، فكيف مهيئة لسكن 1 مليون بني آدم؟ يعني هو في الأخير رئيس دولة، يجب أن يتحمل ما يتحمله المواطنين. بالعكس هو يعني الوضع في المعاشيق مش بسوء أكيد الوضع في المدينة، فبالتالي هذا واجب معناها أنه يتحمل الأمن. نعم، لكن هي الخطورة على رئيس الجمهورية ليست خطورة معيشية وإنما أمنية. هذا طبيعي، بس لكن في الأخير الأمير جابر الصباح رجع للكويت ولا زالت آبار البترول تحترق مباشرة، يعني مجرد ما هي القوات العراقية خرجت ورجع، والوضع المدينة كان منفلت، يعني كانت الوضع المدينة الأمني سيء جدا. فلما معاشي كان موجودة، وفي المفروض نائب رئيس، وفي في هيكل للشرعية. نعم، إذا وضحت الصورة سيدة ميساء، أشكرك جزيلا الكاتبة والباحثة السياسية، كنت معنا من القاهرة. أعود لضيفي السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء السيد غمدان الشريف. سيد غمدان، رئيس مجلس الوزراء صرح مؤخرا عن عودة قريبة إلى عدن، وعن أنه سيتم صرف المرتبات بانتظام ومزيد من الخدمات واستتباب للأمن في المدينة. على ماذا بنى بن دغر هذا الطرح؟ أخي العزيز، رئيس الوزراء كان في عالم تعيينه، والجهود التي بذلها في الفترة الماضية أسهمت في تخفيف معاناة المواطنين. أصبحت اليوم العاصمة المؤقتة عدن إلى ورشة عمل يشهدها المواطن ويلتمس آثارها الإيجابي. لذلك دكتور رئيس الوزراء لما صرح أنه سيعود إلى عدن وأنه ستحسن هذه الخدمات، هي مبنية على الجهود التي بذلتها فيها السابق والمشاريع التي قام بوضع حجر أساسها وهي اليوم تفتتح، وكذلك الجهود المبذولة من قبل الحكومة في تطبيع الأوضاع، وكذلك الجهود في تفعيل غرفة العمليات المشتركة التي تعطينا أمنا، وحدة القرار الأمني الواحد، وكذلك العسكري، وكذلك تطبيع الأوضاع. عدن أصبحت اليوم أكثر أمنا وأكثر استقرارا من القاضي
حتى اليوم أصبحت تعيش تعيش في أكثر في طبيعية غرف أمنية طبيعية أكثر مما كانت عليه في السادس مع وجود بعض الاختلافات التي تم عالجتها لاحقا سابقا وتم عالجتها لاحقا. لذلك الأوضاع الطبيعية في عدن الأوضاع اليوم في عدن طبيعية جدا، وخرجت عدن من عمق الزجاجة واليوم أصبحت أكثر استقرارا. لذلك رئيس الوزراء بعد انتهاء زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية استعود إلى العاصمة المملكة عدن ليتم صرف المرتبات للعسكريين المدنيين الشهرين المتواليين وهو شهر مارس وأبريل. كذلك سيتم تحسين مستوى خدمات خاصة الكهرباء التي لدينا مشاريع كثيرة فيها سيتم افتتاحها من دورة رئيس الوزراء. الأوضاع اليوم في عدن وفق ما يشهدها المواطن أكثر استقرارا مما كانت عليه في السابق. عدن بحاجة إلى اهتمام قليلة من الاهتمام بالإضافة إلى الاهتمام السابق، وستكون عدن أكثر أمنا وستفتح أبوابها جميع الاستثمارات. عدن ستشهد في الأيام القليلة القادمة اجتماعات موسعة لأعضاء الحكومة وكذلك أعضاء مجلس النواب والشورى. عدن ستحتضن الجميع وتفتح أبوابها أن تكون العاصمة المؤقتة للبلاد في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها. عدن ستحتضن جميع القوى السياسية وفي القريب العاجل إن شاء الله. نعم، إذن أشكرك جزيلا رئيس أو السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء سيد غمدان الشريف. أعود لضيفي الآخر الصحفي فتحي بن الأزرق. سيد فتحي، الوضع الأمني في مدينة عدن هل يؤثر بشكل كبير على مستوى تحسين الخدمات وأيضا على الوضع المعيشي بالنسبة للمواطنين؟ بالتأكيد أن الوضع الأمني في عدن يؤثر بشكل كبير على كافة الخدمات. قطاع الاستثمار لا يمكن أن يعمل بدون وجود وضع أمني مستقر، المنظمات لا يمكن لها تعمل بدون وضع أمني مستقر، كل الأطراف حتى مسؤولي موظفي الكهرباء المياه لا يمكن يعملوا بدون وضع أمني مستقر. لا حاليا أنا نقول الوضع الأمني هو أفضل حال من وضع الأمني السابق، لكن عامة هو وضع هش، وضع غير مستقر. نحن بحاجة إلى منظومة أمنية حقيقية في عدن. نعم. هذه المنظومة الأمنية حتى اللحظة غير موجودة. هناك عندنا أكثر من 6 أجهزة أمنية للأسف الشديد لا يربط بينها رابط واحد. لدينا أكثر من 10 تشكيلات عسكرية في عدن تتداخل مهامها حتى أنها تصل إلى ممارسة دور الأمن في عدن. كل هذه الأطراف بحاجة أولا إلى تحديد ما هي مسؤولياتها ثم تنظيم عمل كل هذه الأجهزة مع بعضها البعض. نحن في تداخل غريب عجيب في عدن منذ انتهاء الحرب وحتى اليوم، ونحن بحاجة إلى أن هذا التداخل ينتهي. نحن بحاجة إلى أن وزارة الداخلية تعمل بشكل سليم وأن كل الأجهزة الأمنية تخضع لإدارة أمن عدن ووزارة الداخلية وكل القوات العسكرية تخضع لإدارة الجيش. هذا التداخل وهذا التنافر الغريب العجيب أثر بشكل كبير. نعم سيد فتحي، هناك بحاجة أن يعود إلى عدن وأن يمارس مهام صلاحياته من داخل مبنى المحافظة. هناك أيضا سيد فتحي، هنا لو قاطعتك تصريح يجب أن ينتهي. نعم سيد فتحي، هناك تصريح لرئيس الوزراء عن عودة قريبة إلى عدن ويبشر بانتظام صرف المرتبات وتحسين في الخدمات. هل يمكن أو هل الوضع في عدن مهيئا للعمل وتحسن الخدمات كما يصرح رئيس الوزراء؟ الحقيقة وهذا أمر أنا لا أنكره ولا يستطيع أي شخص أن ينكر أنه رئيس الوزراء والوزارة التي تخضع له والكهرباء بشكل عام تحسنت خلال الفترة الماضية. كانت هناك جهود بذلها رئيس الوزراء وهي جهود مشكورة. نحن بحاجة أن هذه الجهود تتعاظم وبحاجة أن هذه الجهود تزيد وتيرتها. رئيس الوزراء قال أنه سيعود خلال الأيام القادمة لصرف المرتبات في عدن، وهذا أمر مبشر جدا أن الناس في عدن بانتظار صرف المرتبات خلال الأيام القليلة القادمة، وأتمنى أن يصرف المرتبات لأن وضع الناس في عدن صعب للغاية جدا. نعم، لكن تصريح رئيس الوزراء هذا هل دليل أو أنه يبشر بالعودة القريبة دليل على أن هناك حلحلة للإشكالية القائمة في عدن؟ في الأخير
الأخير يجب أن تحل كافة مشاكل عدن. في الأخير يجب أن يتعاظم دور الحكومة الشرعية في عدن. في الأخير يجب أن يقوم رئيس الوزراء بمهامه. في الأخير يجب أن يخضع الناس لدولة النظام والقانون. هذه الفوضى يجب أن لا تستمر، وهذه العبثية يجب أن لا تستمر. كلنا نعلق أمال كبيرة على أن تعود الحكومة، على أن تمارس مهامها، على أن تقوم بصرف المرتبات، على أن تقوم بخدمة الناس. وللعلم الناس مرحبة بعودة الحكومة وتساعدت مع الحكومة، وهي تتمنى أن الحكومة تقوم بدورها الكبير. هناك حالة من التناغم الكبيرة بين المواطنين عامة والحكومة، ونتمنى أن هذا يستمر خلال الفترة القادمة. والكل ينتظر عودة كريمة لرئيس الوزراء بن دغر، عودة كريمة للمحافظ عدن، وعودة أكرم أيضا للرئيس هادي إلى عدن. نحن بحاجة إلى أن تعود كل الأطراف إلى عدن، وأن تتوافق وأن تعمل لمصلحة الناس، لأن الناس بالأخير تعبوا ويجب أن يرتاحوا. نعم، إذن أشكرك جزيلا فتحي بن لزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، كنت معنا من عدن. وأشكر أيضا ضيوفي، كان معنا من القاهرة الكاتبة والباحثة السياسية السيدة ميساء شجاع الدين، والشكر أيضا للسكرتير الصحفي لرئيس الوزراء غمدان الشريف، كان معنا من الرياض. ختاما مشاهدينا، تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله.